الديوان كما يبدو من عنوانه، يعني ليس كما يبدو من عنوانه، العناوين عناوين الشعر دائما، والشعر بشكل عام مضلل. القصيدة غير المضللة قصيدة فاشلة. القصيدة التي تحكي كل شيء لا يعول عليه كما تعلم، وأجمل الشعر أكذبه. فنحن نكذب في الشعر لأننا لا نستطيع ولا نرضى ولا نقبل أن نكذب في الطبيعة. الشعر هو الساحة أو الباحة التي نتنفس فيها ونقول فيها كل ما لم يحدث، كل ما نتمنى أن يكون قد حدث ولم يحدث. فنحن نعيش أكاذيبنا الجميلة في الشعر لأننا صادقون جدا في الواقع. لهذا أنا لا أصدق أن الشعراء كاذبون. الشعراء صادقون جدا، يكذبون في الشعر لأنهم صادقون في الواقع. لكن الأوغاد مع هذا لا يسمعون الموسيقى طبعا. إيه الحل مع الأوغاد؟ الأوغاد علاجهم يكون في الموسيقى أولا. أنا أصدق جدا أن الموسيقى معلم رفيع الطراز، معلم لا يخيب، معلم قلما يفشل تلاميذه. يعني حتى أينشتاين بوسعه أن يكون معلما فاشلا وهو أينشتاين. أرسطو وسقراط وأفلاطون وكل فلاسفة الإغريق كان لهم تلامذة، ولكنهم ليس بالضرورة أن يكونوا عظماء. حتى نحن خير مثال على ما أقول، نحن المصريين، نحن أحفاد وتلامذة أرقى أعراق الأرض. الفراعنة هم أعلى ترند أو أعلى يعني فصيل وعرق من البشر. فماذا نحن الآن؟ هل نحن تلاميذ نجباء؟ لسنا تلاميذ نجباء لأجدادنا. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون المعلم الراقي ناجحا في مهنة التدريس، لكن الموسيقى في تقديري هي المعلم الذي قلما ونادرا ما يخيب في تعليم أبنائه الرقي والتحضر. ما شفتش كثير في حياتي ناس بتحب الموسيقى وأوغاد، ما شفتش كثير في حياتي ناس بتحب الموسيقى بيكذبوا أو بيتحرشوا بالبنات أو بيرموا زبالة في الشارع أو بيقولوا بيلوثوا العالم بالتلوث السمعي والبصري اللي بنشوفه. كلما كان الإنسان على صلة أوثق بالموسيقى بشوفه أكثر تحضرا ورقيا وأكثر استحقاقا للحياة. الذين يحبون الموسيقى هم من يستحقون الحياة. مش متعودة حضرتك دايما انك تبتدي بالشتيمة؟ الشتيمة؟ أساساً ما بتشتمش. ما بشتمش لا. بس المرة دي الأوغاد داخلة ملاك مع الأوغاد ليست شتيمة، الأوغاد صفة. أنا أصفهم، هم أوغاد. ماذا أقول على اللص حينما أصف لصاً بأنه لص؟ بنقول العام كلمة مش لطيفة. صدقني الأوغاد مش شتيمة، الأوغاد باسترد. يعني هو الوغد هو الشخص الغليظ الفظ الذي يقسو على مرأة، يقسو. صدقني أنا مش شايفها كده. يعني أنت ما تقول أما نجيب محفوظ يقول اللص والكلاب، هل هو يشتم؟ لا، هو يصف أنه لص. هو لص. اللص ماذا تسميه؟ لص، صح؟ والخير ماذا تسميه؟ خير. هذا لص لأنه اختار أن يكون لصا، وهذا وغد لأنه اختار أن يكون وغدا. أنا لا أشتم، ولكنني بماذا نسمي من يرفع دعوة في المحاكم على هم الأوغاد عينهم. من يقصون الألسن، من يقنون الأفواه، من يزعمون أنهم ظلال الله على الأرض، من يزيدون علينا في كل شيء. وهم أنت عارف يا أستاذ أحمد دول بيبقوا إيه؟ بيبقى لون من ألوان التطهر الأرسطي. اللص يريد أن يراك لص لأنه لص، يريد أن يضيع في الزحام. اللص لا يريد أن يكون بارزا
كلص بين الناس، فيرمي هذا بلصوصية ويرمي هذا بلصوصية ويرمي هذا بلصوصية فيضيع في هذا النسيج. نفس الشيء المرأة العاهر مثلا، أسفع اللفظ، المرأة العاهر ترمي كل أو ترى كل النساء عواهر. المرأة النبيلة ترى كل النساء نبيلة. المرأة الرجل اللص يرى كل النساء كل الرجال لص، وهكذا. يعني هو لونه من الإسقاط. هذا الإسقاط هي حيلة ذهنية يفعلها الإنسان لكي ينال شيئا من التطهر الأرسطي. إيه هو التطهر الأرسطي؟ مسرح الأرسطي بتاع زمان بتاع أرسطو. كنت تدخل المسرحية الأوديونس يلاقوا إيه؟ البطل الشرير يموت والخير معرفش كذا. واخد بالك؟ اللي بيحصل إيه هنا؟ إن الراجل اللي قاعد بيتفرج في الأوديونس، الراجل المتفرج، أما يكون هو شرير ويلاقي الشرير اللي على المسرح مات وقتل، يشعر بنوع من أنواع الراحة والريليف. ليه؟ نال عذابه، نال جزاؤه، بس مش هو اللي نال، هو اللص اللي قدامه أو الوغد اللي قدامه نال جزاؤه، فيعتبر إنه هو خلاص خد وخرج متطهر. والطيب اللي بيتفرج، لو واحد طيب مظلوم بيتفرج، أما يشوف الشرير اتقتل في نهاية التراجيدي المأساة، يشعر بالراحة لأن كأنهم اختصوا له من الرجل اللي ظلمه، فيخرج الجميع فرحا مسرورا. يعني كل الناس اللي يخرجوا من المسرحية بيخرجوا سعداء، لأنه المسرح ده حقق لهم، المظلوم خد حقه والشرير خد حقه. ده هو الفن كده، الفن كده بيعوضك عما لا تستطيع أن تفعله في الواقع. زي ما قلت لك من شوية، نحن نكذب في الشعر في القصيدة لأننا صادقون جدا في الواقع. فحاضر. فهذه هي ميزة الفن، والفن علاج من هذا المنطق، بهذا المنطق يعني. فهم الذين يقاضوننا ويرفعون ضدنا قضايا الحسبة وكذا، هم ضعيف إيمان، صلاتهم ضعيفة جدا بربنا، فبيحاول يعوضها بالاقتصاص او بالانقاص من ايمانك. انت يقول لك انت ملحد، انت مرتده، انت زنديق، انت بتزدري الدين، انت كذا، لانه هو به كل هذا. وربما حتى وان كان يصوم ويصلي وكذا وكذا، لكنه التدين الشكلي اللي انت عارف ان هو يعني يصلي ويصوم وتضع الحجاب وكذا وكذا، لكن العلاقه بينه وبين الايمان الحقيقي او الضمير علاقه خاربه. فيعود هذا منك ومن هذا ومن هذه. يعني الباب مفتوح لكل واحد من الناس دي ان هو يرفع دعوه على اي حد. طبعا في ممكن اسلوب يعني نتبعه احنا او نتبع الناس الرادع ليهم القانون برضه. طبعا نحن، لو انا مثلا شخص ان شاء الله لو خرجت براءه او لو ما خرجتش براءه، سوف يعني اطالب في غير اسقاط الماده 98 واو من قانون العقوبات، الماده التعسه المترهله الهبله اللي بيحكمونا بيها، الماده غير الدستوريه ايضا، لكنني في الاساس كمان اختصم سوء استخدام حق التقاضي. من حق اي عيل يرفع قضيه على اي حد، من حق اي حد يكفر قامه كبيره، مش انا، قامه كبيره فكريه زي اكس واي زد. اصل هو ده ميراث طويل يا استاذ احمد، من ايام ابن رشد اتحرقت كتبه، من الناس ما قدرش تفهمه. طب انت مش قادر تفهم كتاب، سيبه غيرك هيفهم. ابن رشد والسهروردي قطعوا ايديه ورجليه، وابن المقفع ضربوه على راسه بكتبه حتى فقد البصر، والحلاج اتصلب، وهيباثيا اتجرت من رجليها، اتجرت من شعرها حتى تمزق الجلد عنها، وهكذا. وطاع حسين ونصر حمد ابو زيد وفرج فودة ونجيب محفوظ واكس واي، وصولا الى تلميذه كل هؤلاء فاطمه نعود. والقادم ايضا، لان انت في طول الوقت هو صراع بين النور والظلام، صراع بين العقل والجمود او الدجمة. لن ينتهي هذا الصراع إلا بدولة قوية. متى ينتعش أولئك؟ ينتعشون في الدولة الرخوة، لحظات الرخوة، لحظات التي تمر بها البلاد من الرخاوة والترهل وضعف الدولة، ينتعش أولئك. لأن الدولة التي لا تحترم مفكريها ولا تحترم آراء مواطنيها حتى لو كان عابر سبيل، الدولة الرخوة، الدولة الضعيفة، هي التي تبرز أولئك لكي تجعل منهم فزاعة، لأنها لا تريد للرأي الحر أن يصل. الرأي الحر
هو معارضه في طول الوقت راي. يعني امبرتو ايكو قال لك ايه؟ عارض الحاكم حتى لو اجاد، لان دايما في اجود. عشان كده احنا دايما نقول احنا نحن نقف. انا ما قلت الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يبقى رئيس، لما رحنا والتقى بينا في لقاء الادباء والمفكرين، قلت له ايه؟ انا كنت اكتر واحده رافضه ان هو يترشح، عشان شايفه انه الزعيم او اللي انقذنا مش بالضروره يبقى رئيس ناجح. وكتبت بدا مقاله، وقال لي حتى ليه ما كنتيش حابه ان انا اترشح، وكتبت رديت في مقاله، ولكن قلت له انا هنتخبك اليوم واقف على يسارك غدا. من هم الذين يقفون على يسار الحاكم؟ اللي كانوا بيقعدوا على يسار الملك تشارلز 18 في 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 فرنسا في البرلمان الفرنسي، كان الاول الملك بيقعد، وجنبه النبلاء، وجنبه رجال الدين. اللي بيقعدوا على اليسار مين؟ هم الذين يعارضون، هم الذين ياخذون حق الفقراء وحق المهمشين وحق كذا. فجت من هنا كلمه يسار، ان هم الذين يجلسون على يسار الحاكم. وبالتالي انا قلت له كده، الكاتب والمستنير والتنويري والشاعر والاديب لابد ان يقف على يسار الحاكم حتى لو يؤيد الحاكم. نحن اخترنا السيسي بارادتنا الكامله، لكن ده مش معناه ان انت بتدي كارت بلانش لكل حاجه، لان هدفك الاساسي هو المواطن المصري وشعب مصر وهويه مصر، هويه مصر التي تسحب مننا كل يوم من السبعينيات وحتى الان. فاذا نعمل ايه؟ لابد ان الجماعه الثقافيه كلها، كل الجماعه الثقافيه، كل الشارع الثقافي، والشارع الثقافي ما اقصدش بيه الكتاب والادباء والرسامين والفنانين التشكيليين وكذا، ولكن اقصد بيه كل مهموم، كل مثقف، كما قال جرامشي المثقف العضوي المهموم بتحضر مصر. كل اولئك يجب ان يجتمعوا على ان يحاربوا هذه الجبهه الظلاميه، يصنعون جبهه تنويريه صلبه قويه، لانه يا استاذ احمد هم ضعاف جدا. تاكد ان بيضربك برصاصه ضعيف، تاكد ان اللي بيرفع عليك قضيه تكفير ضعيف. ليه؟ لانه لو قوي يحاجبك كالحجه بالحجه، عنده راي فيقول رايه قصاد رايك، لكن لانه ضعيف زي الطفل كده ما تيجي ما يعرفش عن حاجه يروح ضربك بحاجه، بصرخ، لانه مش ما عندوش لغه يتكلم بيها. اولئك خرس لا يفقدون لغه التحاور، فيلجؤون الى الطوبه والخنجر والرصاصه والدعوه القضائيه وكذا. يستقون علينا من شتاتنا، عشان احنا جماعة مثقفة مشتتة، مش عارفين نعمل حائط بلا ثغرات، فبيدخلوا كما قناص العصافير يقنصوننا بالنبال من الثغرات اللي احنا سايبينها. بس فانا ادعو الجماعة الثقافية كلها، كل مثقفي مصر وكل احرار مصر وشرفاء مصر ونبلاء مصر، ان نكون جبهة قوية ضد الظلام ومع التنوير، جبهة تحترم حرية الرأي مهما كان. اعبد الحجر ولا تضربني به. انا لا اتكلم كل الناس، انا لا اتكلم عن الاديان، لا تعنيني الاديان، لان للدين ربا يحميه. الاديان لها رب يحميها، انا مش مسؤوله عن ده، لكن انا اقتسم من يتاجرون بالله، من يزعمون التدين ويطلقون الرصاص على هذا وهذا. فانا اقول كلمه، اعبد الحجر ولا تضربني به. بس اهلا بك.